النسكافيه يا حبيبي. بقول لك ايه يا منتي؟ نعم. هو انت يعني ايه نظامك بالظبط؟ عشان مش فاهم يعني ومش واخد بالي، يعني مفيش اي حاجه جايه في السكه؟ لا يا حبيبي، ازاي ده؟ انا طلبت بيتزا وزمانها جايه دلوقتي. بيتزا؟ اه ده انت حلوه بقى منا وبتلوني ولذيذه اهو، بسم الله ما شاء الله. يا منا انا تعبت، انا تعبت جامد قوي معاكي. انا بقيت عامل زي الطور اللي مربوط في ساقيه ومفيش ميه حتى بتطلع. في ايه يا لطفي؟ هو لو في حاجه انا هخبي عنك يعني؟ تعال نروح نكشف. اه ماشي نروح نكشف، وماله، مش غلط خالص نروح نكشف. انا بصراحه يعني نفسي اخوي كمال الصغير. ومنك انت، يا منا، البت نوجة بقت كئيبه قوي، بقت بتفكرني بابا عراس بالظبط. بجد يا لطفي؟ بجد بجد. وانا كمان يا حبيبي والله نفسي اجيب عيل يبقى شبهك كده وعينه حلوه زيك. وبعدين بقى بقول لك يا حبيبي، ايه انا كنت عايزه اغير عربيتي. ايوه بس يعني انت اصلك يعني المختاره اليومين يعني اللي هم اللي ناشفين شويه، هم ناشفين قوي. في ايه يا لطفي؟ ايه العربيه اصلها هتطلع من عيني، عجباني قوي يا لطفي، يرضيك؟ لا ما يرضيش، يعني بكره تطلع على الاجنس تختاري العربيه اللي انت عاوزاها. وانا كمان يا حبيبي كنت عايزه افتح البوتا سنتر بتاعي، انت مش قلت لما اخلف افتحه لك؟ هو انا مش كان كوافير نوجة ياميها، ولا انا مش واخد بالي؟ اياميها، بص عدى قد ايه. وبعدين مش السنيوره بتاعتك بس اللي بتتكلم انجليش، احنا اتطورنا. انجليش؟ هو انت يا حبيبتي هتسوي نفسك بيا؟ في ايه مالك؟ اسود انا يا منى اسوي نفسي بيكي ليه؟ ليه يا منى؟ ده انت يا حبيبتي ما تسويش حاجه في سوق الحريم يا بيت، ده انت لقمه مقدده مرميه جنب الرصيف محدش هيبص لها. انت عارفه انت ايه منا؟ انت عامله زي القرش المصدي مرمي كده اهو من بعد ما البريزه اتلغت. يعني مالكيش؟ انا مش هرد يا لطفي. لا رد، مش هرد. لا رد، بقول لك ايه؟ بس وربنا ارمي عليكم مين انت بقى دلوقتي؟ مشترك. معلش يا نوجه، بعدين عشان ما معيش فلوس دلوقتي. ما معكش ايه؟ ما معيش فلوس. ماليش فيه يا لطفي، ماليش فيه يا لطفي، اتصرف زي ما بتدي السنيوره تدي. وبعدين انا مش عايزه كتير، انا عايزه بتاع 3 مليون جنيه ولا حاجه يدلعوا لي الدنيا، افتح البيتو سنتر واحط جزمه في بقي وهسكت. هسكت يا لطفي. يعني مش استنى استنى استنى، راجعت نفسي كده الصراحه حسيت ان انا هاجي عليك. بكفايه عليك مصاريف السنيوره بتاعتك. خلاص حرام. الله يخليك يا نور. الله يخليك يا حبيبي. هتصرف انا. هكلم ابو زيد قريب، عارفه؟ عارفه ولا مش عارفه؟ هكلمه اقول له انا مزنوقه في قرشين، يقوم مدهم. هدهم له. خلاص خلاص خلاص، مالوش لزوم الكلام ده. وماله يا نوجه؟ اديكي الفلوس، ولو انها اخر فلوس في حساب الشركه بس ما يغلاش عليكي. ام كمال، اما حبيبتي يا غالي، عايزه حاجه انت كمان؟ اه يا حبيبي، اصل انا كلمت الشمسار وقال لي على تربه حلوه قوي، اربع عيون شارحه وبرحه كده وترد الروح، عايزاك تشتريها لي عشان خرجتي، بدل ما انت يا اخويا عمال تصرف فلوسك على اللي ما تسواش واللي ما تسواش. اعوذ بالله من الشيطان. ما شاء الله عليك ياما وعلى اختياراتك الحلوه. ده ايه المشروع الحلو ده ياما؟ انت عارفه احلى حاجه في المشروع ده ياما ايه؟ انها اربع عيون عشان نبقى نطلعها رحلة كده كلنا سوا مع بعضينا، يعني اهو نرزي بعضينا دنيا واخرة. حضرتك ما عندكش أي موانع من الإنجاب، الفحوصات بتقول كده. طيب إيه بقى؟ يعني طالما إحنا كويسين، إيه اللي مأخرنا لحد دلوقتي؟ المشكلة كلها عند الأستاذ. أستاذ مين؟ مش واخد بالي. حضرتك عندك السيمن زيرو. حضرتي؟ آه. سيمن اللي هو إيه يعني؟ مش واخد بالي. حضرتك صعب جدا انك تخلف الا بتقنياتك عاليه جدا، ودي لسه داخله مصر من قريب، ونسبه النجاح قليله فيها جدا. ايه سيمن؟ انا مش فاهم حضرتك بتقول ايه. بس على فكره هو متجوز ومخلف قبل كده. التحاليل قدامي بتقول كده، ممكن يكون في خطا في التحاليل. ده اكيد. نعيد التحاليل تاني ونتاكد. زيرو. ايوه انا راجع من الشغل مخصوص بدري عشانك. لا 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 لا، روق كده، روق انتبهلي. ها انا ابوك.
شفتش حد تاني ابوك ها؟ شكلنا وقعنا في قرابيس بعض يا ابن لطفي الحراق. تعالى يا حبيبي، امك بتعيط ليه؟ تعالى تعالى اسم الله عليك. قلت لها يا الوان على الارض وسابها مقهور من العياط كده ليه يعني؟ لو مش عايزاه اروح ارميه في اي ملجأ. ملجأ في عين بعد الشر عليه من الملاجئ. انا ما كنتش سايباه يا اخويا، انا سبته مع امك ودخلت الحمام وشكلها دخلت نامت وسابتها. لا يا عين امك، انا ما دخلتش انام، انا لقيت الواد مفلوق من العياط دخلت اعمل له اكل. والنبي طب خدي يا ست واكلي. اكلي وسكتي. نناة امسك يا ولد. ايه امك بتقول نناة لطفي الله يرحمها. اكلي بقى وسكتي على ملبس عشان نازله عندي مشوار. راحة فين؟ كنت موسس سمسار يشوف لي كم محل كده عشان البوتي سنتر بتاعي. ايه لي يا لطفي؟ يا باشا سوق الاثار اليومين دول بقى فيه اسم زي الذهب. هجم باشا. ده العمله الصعبه. الجوكر اللي بيقش. سكتك سالكة معاه بقى هتشتغل وهتاكل من ورا الشهد. مالكش فيه قول لي وانا عنايا ليك اوصلك ليه، بس لا مؤاخذه اخد عمولتي. طب بص يا عم اشوفها حلو. انا دخلت السوق ده كانت على ايدك انت، وكنت عارف انك تاجر صغار وموصلاتي، بس مش مهم، مش ده موضوعنا. موضوعنا دلوقتي ان انا وعم هوجن ده مش راكبين مع بعضينا. تقدر تقول كده عاملين زي الميه والنار، ما ينفعش نجتمع تاني. ماشي، انا دلوقتي يعني اللي عندي بضاعه عايزك تصرفها لي. صرفها زي ما تصرفها بقى، المهم تجيب لي فلوسها. تبيعها بقى لعم هوجن، تبيعها لغير هوجن، المهم عمولتك محفوظه. يا كبير احنا مش بنشتغل في اكسسوارات حريمي لا مؤاخذه يعني ولا اشربات. الله، وانا لما اخد حته حلوه كده واروح بيها لهوجن باشا مش هيسالني دي بتاعت مين وجبتها منين؟ قول له بتاع الفندام، اخترع له اي حوار مش مهم، المهم ان انت عمولتك هتبقى محفوظه في الاخر. لو انت عايز تشتغل ويكون ليك مكان في السوق لازم تصفي حساباتك مع هوجن باشا، والا لا مؤاخذه بقى تغير النشاط. افتح لك صيدليه اهو، سوق الدواء اليومين دول ماشي زي الفل. الحق يا لطفي نهار اسود. في ايه؟ نهار اسود. ايه الدخل؟ ما ايه؟ طب حرق بيه؟ صفي دنيتك كده وكلمني. لا تعالى 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 بس شكرا. سعد السلام. في ايه؟ نهار اسود ومحبك في مصيبه. مصيبه ايه؟ الله يخرب بيتك، الواد حصل له حاجه؟ واد انت مالك ومال الولا؟ في مصيبه يا لطفي؟ فيه مصيبه. ما تنطقي وتقول ايه المصيبه؟ الولا كرم اخاه اتمسك تسول من اللي راح طلعهم الاسم بقى واستلموا ببطاقته. مين؟ اوكي. كنت مستني كذا حد يدور لي على الوالا، راحوا طصني بالنسبه في خلقتي اول ما سالت عليه. يعني 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 ايه يعني؟ يعني هو كان دلوقتي عارف بقى ان كمال ابنه كده؟ مش انا وانت عايشين يا حراق؟ يبقى لسه ما عارفش. لسه هات لي كرم قبل ما يقول. كرم ايه؟ انا مش عرفني كرم فين دلوقتي، انا اجيبه من ايه؟ تشوف لي هو كان قاعد فين، اكيد ما قعد الواد معاه. قعد الواد معاه؟ الله يخرب بيتك انت وكرم وعيلتك كلها فيهم واحد، دي عيله فقر. كرم يا كرم، يلا حبيبي يا ابو نسب يا حلو صغير وحشني كده كده ولا ها؟ سيب لطفي الحراق الحلو وتيجي كده تقعد في بيت حلو كده. حرام عليك يا لطفي، انا ما عملتش حاجه. يلا بس اهدى اهدى بس كده وهدي نفسك ويلا معاك. والله العظيم ما قلت حاجه لهوجة، اقسم بالله ما قلت حاجه لهوجة. خلاص بقى يلا بقى. ما قلتش ايه لهوجة يا كرم؟ مفيش يا ما ده هو علاء. انت يا كرم ما قلتش ايه لهوجن؟ مفيش حاجه. علاء علاء ما تقول ايه؟ لك ايه؟ نزل سلاحك يا لطفي، لان رفعت سلاحك على كرم دي مش هعديها لك. لا 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 يا عم هوجن حلوه بتاع زمان. في ايه؟ ده اخو مدام الصغير، والمدام وحش اخوها الصغير، فقلت انا اخد خاله الصغير واديه لها. سيبنا ياخده وحبايب ما فيهاش حاجه يعني. انت جاي تاخده من المدرسه؟ ده انت داخل البيت سرقه. دي عندك حق فيها صراحه، دي عندك حق فيها، وانا معقولك واسف بجد يعني. لان اصل هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ ما هو الكار يحكم. معلش يا هوجن، فوتها لي دي واخد كراميلا حبيبي ونروح لاخته وسلام. انت اقف مكانك يا لطف. وبعدين بقى سيب الواد. سيب الواد يا عم هوجن، انت مفكرنا عبيط ولا ايه؟ هسيب الواد عشان تمسكني انا؟ فيها هوجن، فيها هوجن بتاع زمان يا حلو، مالك يا هوجن؟ نسينا ولا ايه؟ ده انا المخ
وانت العضلات اهو كان ايه؟ ما ينفعش تضحك عليا وتشتغلني، مش حلو. انت عايز تخش بيت هوجن سرقه وتخطف الواد وتخرج على رجليك؟ سبحان الله سبحان الله يا هوجن، كبرت كبرت يا هوجن. فاكر فاكر ايام زمان لما كانت امنيه حياتك تركب الاتوبيس النهري؟ ركبته ولا لسه يا هوجن؟ ولو مستغرب لسه هوريك الاخر. انا ما يهمنيش غير كرم، انا لو قتلتك جوه بيت يا لطفي مش هاخد فيها خمس دقايق، انا هعد لحد تلاته لو ما سبتش الواد هموته. حاسب لهوجن حاسب يا هوجن، كمان يا صغير انك مش من لطفي. يا هوجن كمان يا صغير انك مش من لطفي. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه انت؟ كمان الصغير ابنك. انت متاكد؟ وسمعت هو ونجوا هما بيقولوا، ولما شافوني الناس سمعتهم حبسوني، عشان كده هربت منهم. انت تعرف فين بيت لطفي؟ الو يا توف. الو، انت لسه هتقولي الو؟ لان كل حاجتنا من البيت وهعدي اخدكم دلوقتي حالا. هو كان عارف ان الواد ابنه؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح يا لطفي. اخلصي. انا عليك يا ضنايا، ليك أبين الاتنين أنيل من بعض. ايه يا ترى الدنيا مخبيه لك ايه ومخبيه لي معاك ايه؟ اسكت اسكت، احنا في مصيبه. اوعى تطلع نحسه ولا زي ابوك هوجن، ولا تطلع ندل زي ابوك الحراق. استرها يا رب. بقول لك يا كيم، انا امي راحت واخويا راح ومش باقي لي غيرك يا كيم. ها احنا ملناش غير بعد انا وانت. ما تقلقش خالص، نور خلاص ما بقتش عايشة معانا على الكوكب، وكلها أسبوعين تلاتة وحسفرها على لالا لاند. ليه؟ هي ناوي تهاجر تاني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، أنا بقالي شهر بديها برشام مخدرات، بس ماشية معاها واحدة واحدة عشان ما تحسش بحاجة، وأول ما تتعود وتدمن هتقولي تعالي يا لولو عايزة تاني. وكلها برضه أسبوعين تلاتة وخليها هي اللي تلعب في الحسابات وبإمضتها، والملاليم بقى اللي كنا بناخدها من ورا كمان اضربهم في اتنين في تلاتة في اربعة في عشرة. مال هانم الصغيرة هي اللي معاها مفتاح الباشا، وهي اللي ماشية الشغل، وكمان عاوز يكتب لها كل حاجة باسمها. لما نشوف يا حبيبي بقى في الآخر مين اللي هيقص. انت يا بنت رايحة فين وواخدة الشنطة الكبيرة دي معاك؟ رايحين مصيف انا وتوف. يلا نوجة بسرعة. استنى يا ولا، هو ايه اللي يلا؟ انت مالكش ام تفطمها؟ صاحب المعزة دي ورايح على فين؟ ياما قلتلك رايحين مصيف، واحتمال بعد كده نطلع على ليبيا. ادعي لنا بس انت، يلا انجزي. استبر، طب هجيب بزازة الواد نسيتها من لهواجة. بزازة ايه؟ انا هبقى رضانة. يا هوجن يا بهوي. ارجع يا هوجن. اللي عملتيه في حياتكم ورفعتي السكين على ابني ليكم تاني. هات الواد هات الواد. صدق هوجن، وربنا وربنا يا هوجن ما هتخرج من هنا حي. انت يا اخي، انت اوسخ بني ادم خلقه ربنا. انت عاوز مني ايه؟ انت من ساعه ما شفتني مستكبره ورا جريت ورا بهلولور، وجيت ورا مراتي واستخسرتها فيا، وفي الاخر بتخطب ابني وتكتبه باسمي. انا ما باخدش اعرف حاجه، انا غفلتنا مشيت لما انا كنت فاكره ابني. هتموتني الواد الحيل، حرام عليه. اطلب البوليس يا بنت، انت بتتفرج علينا. تعالي يا انت ايه؟ شيطانه؟ انا مش عارف ربنا يعمل معاك ايه. هو انا خلطت اللي خدت الواد؟ مش بدل ما يعيش طول عمره ابو ابن حرام لا يعرف له اب ولا ام ولا اصل ولا فصل، وعليه طار. روح على كف عفريت جبت له اب نضيف ومخ نضيف يعرف يدلعه ويجيب له اللي نفسه فيه. اضرب اضرب، ما انت ربنا بليك بجد ببخل ومخ عصفوره.
ده بدل ما توطي تحب على ايدنا وسيدك لطفي اننا جدنا الواد منك. انت لا نفع اب لعيل ولا راجل لوحده تسند عليه. انت مالكش في الواد ده وجنات لعبان. يعني انتوا الاثنين عارفين اني عشت طول عمري محروم من ابوي وجايين عايزين اكمل نص عمري التاني محروم من ابني ليه؟ انتوا اللي زيكم ما ينفعش يعيشوا. انتوا حلال فيكم الموت. انتوا حلال فيكم الموت. لا لا انا ليه يا اخي؟ ما حدش قادر يقف قصادك. انا اللي هقفلك. بس انت عندك حق يا ابني والله عندك حق. انا اللي معرفتش اربي الواد الخايب ده. جاب عيل مش من صلبه وكتبه باسمه. معلي بص بص خش خد ابنك خش خد ابنك يلا. ما حدش هياخد الوالة. امال ايه اللي هياخد؟ نفضل قاعدين حاطين ايدينا على خدنا وكرم وكمال معه وجنب بقاله ميجي شهر. انا عايز اخويا وابني حريق. حاضر من عينيا الاثنين. هقوم اخد دش والبس بسرعه واروح اجيبهم لك حالا يا نوجه. هو انت ليك عين تتنقور؟ انت اللي بتستعبطي. عشان الشهر اللي انت بتحكي فيه ده يا نوجه انا كنت عشان اخش الحمام بحتاج اتنين يسندوني. اروح اجيبهم لك ازاي انا؟ صحيح والله اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار. ما هي ابن انا واخويا انا. لا انا ايدي مش في المايه عشان انت مش عارفه ولا عارفه اي حاجه. انت مش فاهمه اي حاجه. الواد ده ابني في شهاده الميلاد وقدام الحكومه وقدام الشعب وهجيبه هنوجه. اتصرف. انا سامعاك من بدري يا لطفي. عيال ايه يا اخويا اللي هتروح تجيبها يا اخره صبري؟ ابني ياما ابني هجيبه ولا عايزاني اسيبه للناطع ده؟ بص ياما بص ياما حتى لو الواد ده مش ابني برضه مش هسيبهوله. انت يا ولا النسوان لحست مخك باين ولا ايه؟ لولا اني بخاف ربنا وبخاف على الولايه كنت قلت لك من بدري طلقها ابو زي الاخس دي ورجعها للعشش اللي هي جت منها. يا اخويا من يوم ما شفناها اللي ما شفنا يوم عدل. جرى ايه يا ام لطفي؟ جرى ايه يا حبيبتي؟ على اساس ان عشتك من قبل لما تشوفيني كانت فين؟ في البيت الابيض؟ ما تفتكري كده وارجعي بالذاكره لورا. بت بت نوجا نوجا لم نفسك بدل ما عمر قطعتلك. يا ولاد انت كنت بتركب التوك توك بتقول يا حرز فين ومفكره نفسك في الملاهي. ما تخليني ساكته. ده انت من يوم ما شفتني يا ام لطفي وانت العز كيتس الشفيلل وعربيات وفلوس وذهب وايه؟ عشان ايه؟ عشان نوجه دي وش السعد قمر. قمر بالساتر. ما تبقيش زي القطه بتاكلي وتنكري. صلي على النبي في عبك. بس بقى الصلاه والسلام يا اخي. بس انتوا بتستغلوا العادات يعني؟ انا ربنا لو انا يعني بس اشد حيلي شويه صغيرين ما اقعدلكوش فيها. بنت منا فين؟ البت منا؟ لا البت منا اصلها شكلها ايه؟ ملهاش يعني في الرجاله الرقد. ايه؟ بس انت من ساعه ما قعدت ورقدت الرقد الحلوه بتاعها دهيا وهي عامله البيت لقنطه. بتنزل وتغيب وتجي على النوم. يلا الله يعينك يا منا. لون جاني يا لطفي. نعم يا اختي. 5 مليون جنيه يا لطفي. انا خلاص درست على كل حاجه في المشروع بتاعي. مش ناقص بس غير ان انا اقوم على رجلي. طب وليه يعني ليه نلعب بعيد عن بعضينا؟ ما انت معايا في الشركه. معاك زي خيال المقات راح جاي زي المخفى عليه. ربنا يتولى بقى مطرح مراه. لا ليا صفه ولا المال مالي. نخلي مالك ازاي؟ صراحه انا كنت محضرها لك مفاجاه. ايه؟ عارفه انا هعمل لك ايه؟ هتعملي ايه؟ هكتب لك الشركه كلها باسمك وهجيب لك المحامي بالورق وهنمضي على كل الورق كله.
قول والله يا لطفي. والله يا لطفي. يا لهو عليا وعلى سنيني. انا كنت ظلماك، انا كنت فاكره ان انت جشع وما بتحبنيش. بيت يا بيت، انا ما بحبكيش. انا اصلا بحب اي حد في الدنيا دي غيرك انت. خلاص بقى خلاص. طب بقول لك صحيح، وانت بقى مش هتطلق منا؟ ما كفايه جوزتها لحد كده. كفايه من انا ناحيه بالظبط، مش واخد بالي يا توفي. ما انت متجوز عشان تكدنا، انا فاهمه كل حاجه. دلوقتي احنا خلاص حبايب، نطلقها بقى عشان نشوف اللي ورانا. اطلقها؟ بس هو انا يعني كنت بكيدك بيها ليه؟ ما انت لو كنت مفطماني من الاول على اللعبه اللي انت كنت بتلعبيها دي، كانت السكه تبقى غير السكه. بس انت هددتيني بقتل ابو زيد. مين الحلو يا حلو يا حلو اللي هيبقى عند شركه دلوقتي بتاعته لوحده خالص؟ بتهزر يا لطفي؟ وحيات امك؟ وطي صوتك لما تصحى وتفض الشراكه وتقولي نص بنص مع نوجه. ينقطع لساني لو حقها يضيع. يلا هسكت خالص. يلا 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 امضي. امضي هنا اهو. اه طب ما انا عندي فكره بقى، ما انا هبصم احسن. ايه رايك؟ اصل انا خدت في العربي مفحكش. مفحكش؟ انت تعملي اللي انت عاوزاه، تمضي تبصم اعملي اللي انت عاوزاه. انا جايب لك خدامه، بصي لغوصي ايدك وعيش على الورق. يلا لطفي هنا اهو. يلا يلا ادي بسرعه. خلاص مبروك انا جنوجه. الله يبارك فيك يا لطفي. عارف عشان اللي انت عملته ده اهو لك عندي هدية. ايه؟ هدية ايه؟ استنى. طيب ماشي. امسك قلب في الصور ده هي ومسمس. وماله؟ اصحي اصحي. يعني ليه انا؟ بعتيني الهوجة عند كامي. انا اتجوزتك ونضفتك وعملتك بني ادم وخليتك ست ومحترم. بتبيعيني ليه؟ لو عايزه فلوس قولي لي اديكي مليون اتنين عشرة. انا معايا فلوس قد 100 هوجة. انما توقفيني قدام نفسي في المرايه واشوف نفسي سبايه ليه؟ لا لا انا والله ما بعتك، والله ما بعتك. ما كنتيش ازاي؟ ما كنتش عايزه فلوس، ما كنتش عايزه فلوس. انا كنت عايزه امان بس مش اكتر. وانت لا فلوسك ولا امانك لحد يا لطفي، لا ليا ولا لنوجه ولا لامك. انت ما بتحبش غير نفسك وبس، وبتكره اي حد غيرك. انت لسه هتودي عليا؟ انت عارفه انا هعمل فيكي ايه؟ انا مش هخليكي تهزي دماغك. لا انا هقطع رقبتك وهعلق راسك على باب البيت، وطول ما انا رايح جاي اقعد العب فيها كده وهزاها. لا يا ولد يا ولد، البنت هتموت في ايدك. ايه يا اما ايه يا اما؟ دي زباله. ما تفسخش ايدك بالزباله، سيبها. ما تفسخش ايدك، روح اجيب الورقه فاضيه وخدتها بسرعه من جوه. عيني يا اخويا. ايه يا اما ايه دي بتخنق؟ ما انت اللي لمم علينا زباله الحريم. خد يا اما، خد يا اما. اوعى يا اما كده. لا تعالي. لا لا تعالي هنا. مش هخلص عليكي، انا مش هخلص عليكي وتتحسبي عليا بني ادمك عشان انت اصلا صندوق زباله. ليه لطفي والنبي؟ انا هخليكي بقى ايه تتصومي على كل حاجه كده عملتها لك وجبتها لك عشان تخرجي بالحاجات اللي جابها لك الوسخ الثاني وبس، وخليه ينفعك. يلا يا حاج الشيطان تعالي تعالي بقى هنا. غرض في داهيه وربنا يا لطفي ما تستاهل دفرك. هو انا كل خرابه يطلع لي فيها هوجن؟ بس انا مش هخسر، انا مش هخسر ومش هقع، وهقف على لعبة كل واحد فيكو وهتدفع عليكم من فوق. بعد اذن سعادتك انا كمال باشا، انا شايف ان المفروض سعادتك وبهلول تصفوا بقى خلافاتكم القديمه. احنا جميعا كده لو ما حطيناش ايدينا في قدام بعض وربنا يهوجن هيكون واحد ورا التاني. انا ما عنديش مانع بدليل لما بيدولي فتحت لكم مكتبي. عايزين نبدا صفحه جديده، كل اللي فات ده نموته لان تعابينه طلعت علينا من كل الجحور. وانا من ايدكو دي لايدكو دي. عارفين ليه؟ لان انا طول عمري معلم، ولما المعلم يتكلم خلصنا بقى. قصدي يعني ان انا ابن سوق، وابن السوق يعرف يسوق ويمد ايده للمصلحه حتى لو كانت جايه من ايدين اللي غدروا بيه وعلموا عليه. ماشي يا كمال يا لبيت، نبدا صفحه جديده بسم الله الرحمن الرحيم.
انا بقى عايزاكم كلكم جماعه كده تشقلبوا وتجيبوا لي ابني من هوجن. ماشي؟ هوجن ده لازم يموت. مش كفايه يموت، لازم يعرف قبل ما يموت ويفهم هو لعب اللعب القذر ده مع مين. يتعذب يا باشا، بعد اذن سعادتك يتعذب. انا بقالي شهر ما خرجتش من البيت. خلاص، كل حاجه عملها هوجن هيدفع ثمنها وبالفوائد كمان. طب اقسم بالله القعده الحلوه دي نقصاني. لا 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 يا لهوي، ده هوجن معلم عليكم واحد واحد ومحدش هيعرف يرد الضربه دي من غيري. ما انا اللي كنت معاه، وانا بقى عارفه الضربه اللي توجعه فين. اهلا يا ضربه. ورده. اهلا يا حامش. مدام ورده كلمتني وعرفت منها ان هوجن استندل معاها زي ما استندل معانا بالظبط، وقالت لي انها جايبه معاها هديه لينا. الفلاشه اللي بهلول صلت هوجن ولطفي ونوجا عشان يسرقوها منك يا باشا. سبحان الله، وقعت تحت ايدي بالصدفه. بس هوجن معاه نسخه منها. طب ما هو كده ما يبقاش ليها لازمه. ملهاش لازمه. الناس اللي في الفلاشه دول لو اتراضوا هوجن اللي هيعرف ياخد بيهم حق ولا باطل، وساعتها بقى ناخدهم احنا تحت جناحنا قبل ما هو ياخدهم في صف. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عارفه الناس دول مين وتمنهم قد ايه؟ في ايه بس يا ست الكل؟ ده انا شايف يعني صراحه ان ورده جايه مدلنا ايديها بالخير كله. يعني نقفل بابنا في وشها ولا نمسك ايديها؟ انا شايف يعني صراحه تركيبه الشر الحلوه اللي قاعده دي والتجميع الحلوه دي عمر ما كان حد فينا يحلم بالكلام ده خالص. بصراحه القعده دي ما توقعش هوجن، توقع هتلر ذات نفسه. بعد اذنكم لو ما فيهاش اي اساءة ادب مني تسيبوا لنا الطلعه دي. في ايه؟ في نجوى صابر المنوفي. انا نجوى صابر المنوفي، في ايه؟ عملت حاجه؟ باشا ايه ده؟ هو في ايه بالظبط يا باشا سعادتك؟ في ايه سعادتك؟ معانا امر من النيابه بالحجز على كل ممتلكاتها والقبض عليها لحين تسديد ديون شركتها للبنوك. شركتها؟ بقى بتكتب لي الشركة باسمي عشان مالكش غيري يا لطفي؟ بتحبس مراتك يا واطي؟ بتحبس مراتك يا لطفي؟ الحق ابنك يا لطفي. يا باشا ما تجيبش شركتي. ليه كده بس يا لطفي؟ دي عاملة تعملها؟ خلاص خلاص. أنت عندك حق يا نوكا. يا باشا بعد إذن سعادتك يعني. أنا مش هينفع أحبس مراتي. حبيبي ربنا يخليك. أنت طالق نور. يا نهارك أسود. بتدلقني وربنا يا باشا مش شركتي. ده شركة لطف. استنى بس يا باشمهندس. يلا معلش. وربنا مش شركتي. يا نوجة. ماشي يا لطف. يا نوجة. ماشي يا لطف. لا. استنى بس وربنا مش شركتي. دي عاملة تعملها يا نجم. أنت يا ورا مش هتبطل ندالة بقى. يلا بس. الله. يا مساء الورد البلدي. ايه الحلاوه دي؟ وربنا وحشاني. عارفه وحشاني من امتى؟ من ساعه ما بعتيني اجيب لك ازازه ميه من الكشك. فاكره ولا ناسي؟ يا خطوه عزيزه يا لطفي حراق، اقعد. ماشي. يا ترى بقى الست نوجة عارفه ان انت عندي هنا ولا جايه من وراها؟ انا كده ازعل، انا كده ازعل منك وجامد. عارفه ليه؟ عشان لطفي الحراق ما بيستأذنش. وعارفه ليه كمان؟ عشان انا دلوقتي بقيت راجل سنجل مطلق. يا الف بركه. سي ثانكيو. خير؟ يعني انا بسمع ان هما بيقولوا ان عدو عدو بيبقى صاحبه وصديقه، يعني احنا كده بقينا اصدقاء. بس صراحه أنا طمعان في أكتر من الصداقة شويتين تلاتة أربعة. وهم كمان بيقولوا قلة الصداقة أشياء. نعم. قلة الصداقة أشياء. غلط مش صح. ما ترسيني طمعان في إيه؟ لا أنا مش طمعان ولا حاجة. بس أنا شايف يعني إن مدام حبيب القلب الأولاني هوجن باعك في الأوكازيون، أنا شاري. حط قرشنا كده على قرش بعض ونكبر سوا. نحط إيدينا في ايدين بعضينا ونكتب الكتاب ونبعت الجواب ونبسط بعضينا جامد. اه
هو انت عاوز تتجوزني يا لطفي حراق؟ ايوه بس على سنة الله ورسوله. موافقه بس بشرط. شرط ايه؟ شرط ايه؟ هحط فلوسي على فلوسك ونبقى شركة في كل حاجة. حلو. اللي قاعد قدامك ده مفلس أنضف من شركة الصابون ذات نفسها. آه بس اللي أنا أعرفه إن أنت سرقت الأثارات من بهلول واللي عملت لك كل ده بتمثال ولا اتنين. أثارات إيه؟ دول بقوا معلومين زي عرايس المولد مرميين ملهمش أي صرفة. صرفتها عندي. هات بس كل اللي تقدر عليه وانا هصرفهولك. طب معلش يعني ما تاخذنيش. انا لما اديك الحاجه ايه الضمان بالنسبه لي؟ اصل انا ما بقتش تلميذ دلوقتي، انا اتخرجت من المدرسه من بدري. ما تقلقش انا هدفع كاش وهبيع. مش غلط. طب نقرا الفاتحه والمصحف. والمصحف ما حافظها بس عامه ألف 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 مليون مبروك. بعد إذنك عم فتح هنا. هو أنت هتتجوزيه وكمان هتكيشيه؟ أنا هطمعه لحد ما أخد كل اللي معاه. اللي مع لطفي ده أنا اتبهدلت واتمرمطت مع بهلول عشان أوصل له طول عمري. يعني من الآخر كده يا مجدي، كل اللي مع لطفي لازم يبقى على حجري هنا. الله، امال فين الست لميس مراتك حاليا؟ ولا مؤاخذه مدام بهلول سابقا؟ لا لميس لميس تعبت وسافرت بره. يا جدعان وربنا هوجن هيخلص علينا كلنا واحد ورا التاني. انا بقيت بمشي في الشارع بتلفت ورايا زي الحراميه. الحراميه نفسهم ما بيمشوش يتلفتوا حوالين نفسهم كده في الشارع. وعمل معاك ايه تاني؟ هوجن وقع شركة لطفي الحراق وزق عليه البنوك. بس لطفي كان عامل حسابه وشايل الشيلة كلها لمراته، ويا حرام اتقبض عليها. فاكر أول ما شفتك يا لطفي قلت لك إيه؟ قلت لك أنت عيل زبالة. حصل؟ حصل. أنت غدار وخاين وبياع بتستندل مع أي حد حتى مراتك يا أوطى خلق الله. خليك في حالك يا بهلول يا حامش، لحسن وربنا كل اللي جوايا دلوقتي هطلعه فيه. ربنا هزر، احنا مفيش قدامنا وقت دلوقتي. هوجن بيتحرك اسرع مننا، يا يخلص علينا يا نخلص عليه. ماشي يا ربيت، نخلص عليه بس ازاي؟ هو احنا مش سبناها لكمال باشا مره، وسبناها لطفي مره، وسبناها لك انت يا بهلول باشا كذا مره. خلاص سيبوها لي انا بقى المره دي، وانا هوريكم انه ما يجيبها الا حارمها. خير يا ورده؟ عاوزاني في ايه من ورا هوجن باشا؟ عاوزك في مصلحه حلوه. عايز ايه يا لطف؟ اهو بقالنا كتير قوي ما قعدناش مع بعضينا وحشتني. تصدق برغم كل اللي انت عملته فيا بس طول عمرك بتضحكني. الله يكرمك. عايز ايه يا لطفي؟ عاوز اقول لك على سر خطير جدا يا ممكن. قول. انت ما طلعتش غبي. تصور طلعت انا اللي غبي. ما عرفتش اقراك صح اول يوم شفتك فيه. بس انا قريتك صح من اول مره شفتك فيها وعرفت انك غبي. طب بقول لك اهو جاهز، اللعبه الحلوه اللي احنا فيها دي احنا بدأناها سوا وفي نصها دلوقتي، فبلاش نفتح سجلنا جامد عشان مش عارفين مين اللي هيقفل على الكريك في الاخر. لا يا بوت، احنا فعلا بدأنا اللعبه سوا بس انا اللي هنهيها دلوقتي. انت خسرت كل محاولاتك، الضربه اللي جايه لموتك. اقول لك كلمتين زي بتوع الافلام والمسلسلات؟ قول. أنا قطة هوجن بسبعة أرواح، يعني مهما عملت فيا هلم بعضي من تاني وأقف على حيلي وهجيلك في كوابيسك وهسودها عليك. القط يحب إيه؟ خناقه؟ صح، وأنت فعلاً قطة يا لطفي، بأمارة إنك قاعد معايا دلوقتي. طب أقول لك على حاجة كمان يا عم هوجن حلو؟ قول.
انا حسبتها صح في الاول بس انت اللي بوظتها. كنت انا المخ وانت العضلات. عارف كان زماننا معانا ايه دلوقتي؟ كان زماننا معانا قد الفلوس اللي معانا دلوقتي مليون مره، وكان زماننا ملوك السوق. السوق ملوش غير ملك واحد يا لطفي. وماله؟ ايه المشكله يعني؟ كنت تبقى انت الملك وانا الوزير. الملك هو ربنا يا لطفي. ايوه، وكلنا عبيده بننفذ ارادته. المال ملك للي خلق، ومهما غرفت منه عمر بطنك ما هتاكل اكتر من طاقتها. جدأ الحكي. عارف ليه يا وجن؟ ليه؟ عشان شغل الدروشه اللي انت فيه ده مش لايق عليك. عارف كان لايق عليك انت ايام ما كنت بالزنط الزيتي والبنطلون الازرق اول ما شفتك في القطر زمان، لما قلت لي ان سجاد السيده احن على البني ادم من حضن امه. لكن دلوقتي ايه؟ دلوقتي ايدك دي زي ايدي دي، الاتنين غرقانين في الحرام. ما تبقاش غلط. مش غلط. مش غلط اني فهمت الدنيا صح. ولو ايدينا احنا الاتنين غرقانين في الحرام يا لطفي فانا بغسل ايدي، بس انت ما بتستحماش. عامة احنا لسه فيها. لو عايز تخلص من الناس اللي ظلموك زمان، كمال بقى، بهلول، ورده، محمود، ايا كان، اربع رصاصات يخلصونا منهم وانا عازمك عليهم. ونرجع سوا بقى مع بعضينا زي زمان، زي القطر والحاره والطلعات بتاعت بالليل. واوعى القطر جاي علينا. ايه نسيت؟ لو بالرصاصات احرقها هيبقوا خمس رصاصات، وهوقفك في الصف وانا بضرب نار. انت لسه يا لطفي عاوز تلعب دور الشيطان وتوسوس لي في وداني. لو بقك هو بقك فوداني ما بقتش وداني. حلو حلو يا عم هو. طيب لو ده اخر الكلام اهو، كان احب اقول لك ان الحراق هيضحك جامد قوي في الاخر. ما بقاش فيها ضحكه خلاص يا لطفي. اللي جاي كله عياط، واللي هيعيط جامد هو اللي هيعيط في الآخر. هز راسك. هز راسك. اللي جاي ما جاش زيه. عم سنوسي. عم سنوسي. عم سنوسي. إيه؟ أنا أستاذ لطفي. الحمد لله على السلامة يا أستاذ لطفي. يخرب بيت تنحتك يا اخي. طب الصحة والسلامة. ربنا يخليك. بقول لك ايه؟ روح بقى، ها؟ سجارك الحلوة الصفرا خضرا حمرا دي، ها؟ وتروح تجيب لي ورد حلو عشان نطري على الحاج هنا تحت. ألف رحمة ونور على الحاج. المهم من عند الراجل بتاع الورد اللي هو البعيد قوي قوي ده، ها؟ عارفه عارفه عز المعرفة. يلا. الإلهي يوسع عليك. الإلهي خلاص بقى أخلص. الإلهي ما تقع في دي. اخلص. برافو عليك. ده تلم قوي. السلام عليكم ابويا. اتأخرنا عليك؟ في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. دفن الاثار في تربه ابوك، حتى الراجل الميت ما رحمتوش من ندالتك يا اخي. اثار؟ اثار اثار ايه يا هو؟ كان مفيش اثار ولا حاجه. انا ابويا كان وحشني فجيت اقرا له الفاتحه مش اكتر. كنت نازل تحت تقرا له في ودنه ولا ايه؟ ابويا كان سمعه تقيل. طول عمرك دمك خفيف يا لطفي. ربنا يخليك. يلا رجاله
انزلوا هاتوا الصناديق عشان نوسع للحاج في تربته. حورس رمضان انزلوا هاتوا الحاجه زي الزعيم قال معاهم يا منفاه. صح صح. مفيش حد هيقف ناحيه الحاجه. اتفضل يلا انزلوا. حورس امسك بيت. قتيل هنا يا راجل. قتيل؟ قتيل ايه؟ مفيش قتيل ولا حاجه. قتيل ايه؟ قتلت مين يا لطف؟ مفيش حد. ده انا ابويا هو اللي مدفون تحت لوحده هنا. ابو زيد. ابو زيد يا واد عمك. ابو زيد مين؟ ابو زيد. والله العظيم استنى رمضان. يمكن عنده حق ما تظلموش. نزلوا القبر يا رجاله واقفلوا عليه ويتصفى بقى هو ابو زيد ويشوف قتله غلطه ولا قاصد. لا 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 ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده اهو؟ مش 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 هينفع كده. ده انت حتى يعني خدت كل حاجه وانا غسلت كل حاجه. الضرب في الميت حرام يا اوجن. اكرم الميت دفنه يا لطفي. حي دفنه حي. ما ينفعش كده هوك. ما ينفعش سيبوني عشان كده حرام هوك. ما ينفعش اموت كده. ومن اعمالكم صلت عليكم. تبت تبت يا شيخ هوك. انت توبتني. سيبني بقى. انا ماليش دعوه بالموضوع ده. ربنا اللي يحكم فيه. طب اقول لك على حاجه. اقتلني الاول وبعدين ادفني. يعني يعني خليني اموت حلو. يعني يعني ارحمني في موتي. وانت ما رحمتنيش في عيشتي ليه؟ أقول لك على حاجة؟ اعتبرني عبد. اعتبرني عبد ليك. خلاص أنت عملت فيها كل حاجة حلوة. أنت عملت فيها كل حاجة حلوة وتوبتني وخلتني زي الفل بني آدم نضيف من جوه. أنا عبد ليك. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. نزلوه. يلا. طب ثانية واحدة بقى. ثانية واحدة. انت ايه؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ولا صدقت شوية الكلام اللي انا كنت بقوله لك دلوقتي؟ بقول لك ايه يا هوجن؟ موتة لطفي الحراق غير. انزل بالتراب يا راجل. فاتحه الساغه هنا هتفضلي 24 ساعه قدام الباترينه بتاعتك دي. طب خش قول بنصور يا حبيبتي يا مراتي يا قمر. قول سلام عليك ولا مساء الخير ولا اي نيل. اتاخرت كده ليه؟ بتعب بتعب جامد. طلعوا رجال الاعمال دول يعني بيتعبوا بصحيح. لا وانت ما عندكش عمل واحد. بسم الله ما شاء الله. عندك عمليه واحد علو في الشركه والتاني يلا محفظنا سفل في الاثارات. الله اكبر في وشك. ما كل ده عشان مين؟ ما عشانك انت والنونو برضه. ماشي يا ابو النون. طب انا كنت بفكر في حاجه كده وانت داخل. تفكري خير ان شاء الله. يعني بتفكري في ايه؟ يعني في اسم الواد اكيد. مفيش حاجه تانية. الواد مش هيتسمى غير الحراق الصغير. وربنا ما هيسمي حراق يا لطفي. ماشي. وما تهزرش في اسم ابنك. عايز افتح مشروع. مشروع ايه يا نوجه؟ مش واخد بالي. هقول لك. كوافير نوجه. بودي كير مونوكير. احدث القصات العالميه. انت اتجنيتي في مخك يا نوجه. انت اتجنيتي في مخك. انت عايزه مرات لطفي باشا الحراق تشتغل حلاقه. الله. ما انا مش هفضل قاعده في البيت كده. انا اتهق.
ما انا قلت لك كذا مره قبل كده تعالي معايا الشركه زي ما كمال اللباد واخد مراته معاه. ما فهمش انا يا لطفي في شغل الشرك والمكاتب بتاعكوا ده، عايزه حاجه افهمها على قد كده واعرف ادير واكسب منها فلوس. طب بقول لك على حاجه، ولادي بس اللي في بطنك ده، ولادي اللي في بطنك وبعد كده نشوف هنعمل ايه. طب خلاص يا لطفي خدني معاك الشركه، بس شوف لي حاجه اعرف افهمها كده واعملها. امين امين. طب بقول لك، طيب ولا كرم اخويا وحش، هروح اجيب كرم. ايه بقى وزفت ايه؟ ما خلاص ما خلصنا من السيره دي. لا ما خلصناش يا لطفي، انت متجوزني باخويا انا مش هرميه. لو رحت لامي هتفتح لك سين وجيم ولا دماغي مش رايقه الحوارات دي. مالكش دعوه، انا هروح اخده من غير ما ادخلك لا في سين ولا في جيم، حوارات امك هشيلها انا. في حاجه هنطفحها ولا في سد نفس تاني؟ استغفر الله العظيم يا رب، هو انت ما تعرفش تتكلم من غير مادة ايدك؟ قول لي عن اذنك يا حبيبتي عسوله، اعملي لي حاجه تفحها. بعد اذنك يا حبيبتي عسوله، اعملي لي حاجه تفحها. تمام سعادتك، متشكرين قوي 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 سعادتك، متشكرين قوي يا باشا، شكرا. مع بعدنا عن سلام. هو انت بتخطط لايه حرق بدماغك اللي كلها سم تعبين دي؟ خطط لايه انت عبيطه يا نوجه؟ انا خططت ونفذت وشطت ومستني الجون كمان. الحكومه كبست على بيت كمال باشا اللبات. الف بركه. انت بقى تستفاد ايه؟ انا زقيت رمضان على هوجن. اه. وبلغت على رمضان انه هربان من الحكومه. وبلغت على هوجن ان هو قال ان رمضان عنده. وحطيت لي عيون هناك. عشان اول ما رمضان يوصل ابلغ الحكومه. ماشي، انت عايز الحكومه تقبض على رمضان. بردك هتستفيد ايه؟ يا بت يا غبيه، يا غبيه. دلوقتي رمضان هيروح عشان يقتل هوجن. يبقى فيهم واحد هيخلص على التاني. ايوه. كبست الحكومه، خدت واحد منهم على المشرحه باذن الله يعني، وخدت التاني على العشماوي باذن الله برضه، ونبقى خلصنا من الجوز. يخرب بيت دماغك يا حراق. ده الحمد لله رب اللي انا مراته ومانيش عدوات ومحدش ضامنه سم، والله سم. احمد ربنا قوي. الحمد لله، بس انا بحبك انت عارف. بس بقول لك ايه؟ قول. انت رايحه فين؟ بشكلك ده يعني. رايحه لامك اجيب الواد كرم اخويا. ما تخافش مش هجيب لها سيرتك. لا جيب لها سيرتي، قولي لها لطفي رجع ليبيا تاني. في ايه؟ في ايه؟ مساء الخير، انا حورس. حاجه؟ لا لا بغير، والنبي في ايه يا عم؟ ليه ليه؟ كده حرص دي أول مرة تتضرب فيها لوحدك يا صاحبي، بس بيتهيألي برضو دي أول مرة أضرب فيها حد. أسره، الورق اللي سرقته من عند بهلول وديته فين يا حرص؟ قلت لك ما لقيتش حاجة في البيت. اديله. أنت دلوقتي عايز تمشي في اليمين، بتكذب ليه؟ ده انا اعرفه ان اللي بيكذب بيروح النار. فين الورق اللي انت سرقته من عند بهلول يا حورس؟ يا يمين يا نضيف يا حلو. قلت لك اديته لهوجل عشان يرجعه لكمال اللبات. الله، ده حلو قوي الكلام ده، معنى كده ان الورق باعها خلاص كده مش هيرجع تاني. وماله؟ إيه يلزمكم في حاجه؟ لا. حد عايز منه حاجه؟ بجد والله، انا اصل انا مش بقول اي كلام، انا بتكلم بجد. لو حد عايز حاجه طب ما تمشوه. الف الف مبروك، الف مبروك يا حورس. انت دلوقتي اسمك اتكتب في الكراسه بتاعت لطفي الحراق بالقلم الاسود في صفحه اللي زعلان منهم قوي. بصوا بقى، انا عاوز شغلنا كله الفتره الجايه نشتغل فيه بمبدا عم سمكه البقال، اللي هو ايه؟ بيع كتير واكسب قليل، تكسب كتير. اخبار الاعلانات ايه؟ احنا حطينا يا مستر لطفي ميزانيه في اول 3 شهور تكلفتها 10 مليون للتلفزيون الاوت دور. نهارك اسود. 10؟ انت قلت 10 مليون جنيه؟ ده بتقول لك 10 مليون جنيه يا لطفي؟ ده سرقه والمصحف، ربنا ما رضاش بكده. وكتاب الله بيستكردوه. 10 مليون جنيه يا لطفي؟ ده احنا لو قعدت انا وانت نصرف فيهم طول عمرنا لحد اما نموت مش هيخلص. خلاص بيسرقوه. خلاص براحتك براحتك. والله حلو، يعني اللي انت قلتيه ده حلو مش بطال. بس على اتفاقنا بقى، زي ما قلت لكم مفيش اعلان ينزل الا بالخلقه دي عليه. انا عايز وشي
يبقى هو العلامه بتاعت الشركه. انا عاوز ابقى اشهر من محمد هنيدي نفسه. عارفين الراجل الخواجه اللي حاطط شحنته بالسكسوكه على كل فرخه بيعملها؟ انا عاوز وش لطفي الحراق يعلم على وش الراجل ده. نعم يا حبيبي. كنت عايز اقترح على حضرتك نضيف منتج جديد لمجموعه الكيكات اللي بنطلعها. كنت عاوز تقترح عليا اقتراح؟ اتفضل يا حبيبي اقترح. وماله؟ كيكه بالقرفه، فكره جديده جدا والناس اكيد هتحبها. كيكه بايه يا حبيبي؟ كيكه بالقرفه حضرتك. لا حلوه يا لطف. طب انا اسف يا فندم، ممكن اعرف حضرتك اعترضت ليه يا فندم على الفكره؟ ما بحبش القرفه انا ما بحبش القرفه. تمام حضرتك. ماشي يا حبيبي. تمام. قوم اقف يا بابا كده، عايز اتكلم معاك. اسمك ايه يا حبيبي؟ مروان، مراقبة جوده حضرتك. مروان مراقبة جوده؟ ده اسمك بالكامل يعني؟ لا ده اسم الوظيفه حضرتك. طب بص يا عم مروان، لو عايز تفضل تاكل كيك معانا هنا في الشركه ما تسالنيش كتير، عشان انا ما بحبش حد يسالني ولا يراجع ورايا في اي قرار اخده. من الاخر يعني كلكم هنا موجودين عشان تهزوا دماغكم وبس، ومحدش يقول لي لا على حاجه. اي حاجه اقول عليها يتقال حاضر وخلاص. نهز دماغنا يا عم مروان، نهز دماغنا جميعا. اهز يا لطفي. هز يا حبيبي. اوعى يا ولد، مش عارف انا مين. طبعا خد في دهي. فتحت الشركه ومراتك العقربه عقربه بعينك، وسايب لامك مرميه. لا انت عارف اذا كانت عايشه ولا ميته. والله العظيم كنت هجيلك والمصحف انت بس، عشان مش هينفع اللي بتعمليه. يا ولا انا عفقت شقيت مسحت شقق وسلال اللي عمل يا ادم كل ده وطلعت ايه مخلفه رئيس عصابه انا. بس معايا بقى يا عم، انا كنت هجيلك. انتوا بتتفرجوا عليا، ما تطلع بره. الله الله ايه بره؟ يا لهوي بره. يا ستر يا رب، يا ستر يا رب. ده فجأة كده؟ يا ستر يا رب، يا ستر يا رب، يا ستر يا رب. اجعلنا بس بقى كفايه سويت. اول مره تشوف امك بتضرب الدهب بشبشب. تضربك بالجسم. انا بولد اختي. يا بركه شبشبك يا امه، يا بركه شبشبك. الحقيني يا ولد، الله عليك. يا كمال باشا، تحت امر سيادتك. انا بس اخلص موضوع الولاده ده واجي لسعادتك على طول. بس يعني انا نفسي في طلب صغير من حضرتك. دعوه صغيره بس، عشان المولود والمدام يبقوا بخير مش اكتر. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا ريس، في حفظ الله. مع السلامه. مع السلامه. لا خليك هناك دلوقتي. ايه يا واد يا لطف، في المستشفى الهلومه دي؟ الله، والمصاريف دي كلها تولد البت المقشفه دي ب50,000 جنيه؟ الله صحيح، ما هي كلها فلوس حرام. حرام ايه بقى ياما؟ ما تقعديش بقى تقول اي كلام بقى، مفيش فلوس حرام ولا حاجه. ياما ابنك دلوقتي من كبارات البلد. ايه اللي هو العين عليا قد كده كمان؟ عشان كده لازم لما اجي البس لبس الناس اللي فوق، اكل اكل الناس اللي فوق، اجي اخش مستشفى بقى اخش مستشفيات الناس اللي فوق. تعلى بقى في عين الناس اللي فوق. ياما بقى ما تقعديش بقى كل حاجه، انت كل حاجه بتظلميني كده. طب انا في الاول مش كان بهلول ده لما جه كنت انا مستبدعه ومستغلبه وسكنته في المخزن عندي وكان على يدك، صح ولا غلط؟ صح، وانا من الاول هرشته وقلت لك خلي بالك يا لطفي الراجل ده تعبان. هرشتيه من الاول؟ ماشي ماشي يا ابو. المهم ابتدت بقى ايه تبان على بهلول الفلوس. سكت انا؟ ما سكتش، طقصت. عرفت ايه يا اما؟ تخيل لي كده بدماغك. ايه يعني؟ عرفت ان بهلول هو اللي بعت لي الناس الحراميه اللي سرقونا انا واصحابي واحنا راجعين من ليبيا وخلصوا على فلوسنا كلها، عشان كده قررنا ان احنا نروح ناخد منه الفلوس بتاعتنا ونفتح شركه سوا. يعني الشركه والهلومه دي كلها مش بتاعتك لوحدك؟ لا يا اما بتاعت لوحدي ايه، ده الموضوع كبير قوي يا اما، ده فلوس شركه. شركه يا اما. ها؟ اللي انت ضربتني بالشبشب قدامه، ما انت شفتيهم وعارفاهم. ويعني انت كبرت يعني على شبشب امك؟ بس برضك كان لازم تيجي وتفهمني وتفطمني، مش تسيبني على الغمايه كده. وراسك يا مصر. اوعى كده. اللي انا مش عارف نوجه اتاخرت ليه كده؟ انا مش عارف. انت عبيط يا ولا؟ قيصري، قيصري دي يعني فتح بطن. طيب ماشي. يا دكتور خير، طمني. الحمد لله.
جالك ولد زي القمر. الام بس حصل لها شويه مضاعفات نقلناها تحت الملاحظه، لكن اطمن كل شيء هيبقى تمام. مش مشكله، مش مشكله. شكرا، الله يبارك فيك. متشكر. طب ما تطلعناش بقى هنا، كان هنا مستشفى خاص. هي ما بتفوقش ليه دي؟ ما تقلقش عليها يا استاذ لطفي. دكتور انا مش قلقان، انا عايز الواد يرضع بس وخلاص، مش ده الموضوع. الواد ما شاء الله زي الفل، وبرضه هنتابع حالته مع دكتور الاطفال. مبروك يا استاذ لطفي. الله يبارك فيك يا دكتور. بعد اذنك. اتفضل. متشكرين. فيها بنت نور، ما تقومي كده وتفوقي وتظبطي نفسك. قال له يعني نسمي الواد سوا مع بعضينا. انا جيت ابن سبعه برضه، بس في البيت. ده جت ولدتني وخدت 2.5 جنيه، بس انا ما عملتش معاك كده. انا جبتك في انضف مستشفى، يعني صارف ومكلف. يا نوجه مالهاش لازمه بقى الحبتين دول. يلا يا نوجه. بنت يا نوجه. نوجه. انت حلوه اهو زي الفل. كان لازمتها ايه يعني حبتين السواكه اللي انت عملتيهم تحت دول؟ يا عم ده البنج كنت متبنجه، وبعدين ده انا في 7 ارواح. الله اكبر في عينك. مش مهم، اهم حاجه ان الواد طالع عسل قمر شبهي بالظبط. شبههم. هنسمي ايه يا لطف؟ قدامك 3 اسامي. ما تقولش الحراق، مش هسمي حراق يا لطف. يبقى اسمين تختاري منهم. ها؟ يا بلبل يا مشمش. ما تهزرش في اسم ابنك يا لطف. عارف هنسميه ايه؟ ايه؟ هنسميه كمال، على اسم الباشا الكبير اللي انت شغال معاه. يوم الراجل يفكر انك بتحبه وبتخلص له، يقوم واخدك تحت جناحه ويطير بيك. اشتريت. هاتي الواد هشخه شويه. خد بس سم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلي ايدك تحت دماغه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اه كيمو حلو، حراقه صغيره حلو. اتشبلي لولي. يامك راحت فين يا لطفي؟ لا امي الزهرة. لا ما انا بعتها البيت تلم الحاجه خلاص بقى عشان تيجي تقعد معانا. الهرم مش مقامها دلوقتي، وبعدين برضو تلعب مع كيمو وتتبسط بيه. تيجي تقعد معانا. لا صح، الحاره مش مقام امك، مش شبهها. ايوه امال ايه؟ بعيده عنك. ادي يا بولا، ادي يا كيمو. صباح الخير. صباح النور يا دكتور. لا ما شاء الله، ده في تحسن جامد قوي. الله يخليك. بعد اذنك. وجه يا بولا يا بير. لا كيمو يا حلو. بالراحه على الولد يا استاذ لطفي، ده لسه عضمه طري. عضمه طري؟ عضمه طري ايه بس يا دكتور؟ ما انا لازم معاه كده عشان يخشن كده وابقى راجل زي ابوه. اصل ابن سبعه زيي. ابن سبعه ازاي يعني؟ 7 اشهر يعني يا دكتور، ما انت فاهم الكلام ده. لا حضرتك، ده نازل في ميعاده بالظبط. نازل 39 اسبوع. طيب ما 39 اسبوع، ما يعني هيطلعوا كام؟ مش واخد بالي. لا يظهر ان حضرتك يعني من كتر الفرحه ما حسبتش كويس. 39 اسبوع دول يعني 9 شهور ويوم. ايوه صح. يبقى انا كده حسبتي كلها غلط. هستأذنكم انا. الف مبروك. اتفضل يا دكتور. الواد اللي في ايدك ده 9 اشهر، وانا وانت متجوزين بقالنا 8 اشهر. الواد ده ابن مين يا نوجة؟ الواد ده ابني. ابني ابني يا لطفي. ابنك من مين؟ ابني من هوجن يا لطفي. ابن هوجن. اوعى بقى ايدك بقى، اوعى عشان الولد. اوعى. انت بتتجوزيني وانت حامل من هوجن؟ ما انت اللي استربعت وما صبرتش لما العده تخلص. وانت مش قلت لي ان انت متجوزه هوجن جواز عرفي وما فيهوش عده وقطعت الورقتين؟ خلاص يا لطفي، خلاص بشوقك. اقول لك حاجه، طلقني بقى وانا هاخد الواد واروح بلابوه. ليه؟ وانا ارجعك لهوجن وعليك عيل هديه؟ سيب الولد. الواد ملوش ذنب. اوعى يا لطفي. اوعى الولد. مساء الخير. مبروك يا مدام، الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا باشا. والله العظيم يعني كمال باشا والست الهانم هنا، يعني دخلتكم عليا دي بتفرحنا اكتر يعني من كيمو ابني. انت خلاص يا لطف بقيت واحد من العيله. لميس كانت جنبي لما انت كلمتني، صممت ان احنا نيجي نزوركم في المستشفى. الله ست الكل. والله العظيم انت بتفضله. اتفضل يا كمال باشا. مش هينفع كده. الله يبارك فيك يا باشا، نورتنا. الله الله الله. بسم الله ما شاء الله. قمر خالص. ايه ده، سميتوه ايه العسل ده بقى؟ انا اللي سميته. انا سميته كمال.
عشان نتبارك باسم الباشا بقى، يطلع بقى جدع كده وراجل وكريم. كريم كمال ايه؟ كمال ايه؟ ده اسم كبير وقديم، محدش بيسمي الاسامي دي دلوقتي. ازاي بس يا كمال باشا، ما مصيره يكبر والاسم يبقى عادي بالنسبه له. طب والله العظيم لو لسه الاسامي المركبه دي شغاله كنت سميته كمال باشا اللباد. كمال. طب خد دي نقطه كمال الصغير. الله والله. ودي بقى حاجه بسيطه كده يا مدام نوجه. كمال بيقول انك بتحبي الهدايا. حلو قوي يا مدام لموسه، ده دهب ابيض ده ياركي. ده الماس ايراد الماس. ايوه الماس باين عليه. كلنا بنحب الهدايا. تسلم ايديك حبيبتي. كل الستات بتحب الهدايا. واضح ان كمال الصغير رزقه واسع قوي. يا رب يا رب كمال بيه. يلا بينا يا لميس. لا انتوا قاعدين والله، خليكم قاعدين. لا يا اخي احنا كده كويس قوي. مبروك مبروك. ربنا يخليك. اتفضلي اتفضلي يا حبيبي. الف مبروك. تسلم رجليك. احلى زياره حصلت في الدنيا يا حبيبي. يا حبيبي الف مبروك. ربنا يخليك يا استاذ نور. ربنا يخليك. اتفضل اتفضل. انا مش فاهمه ازاي تجينا نزور جرابيع زي دول. الجربوع اللي مش عاجبك ده هو قارون الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. الكنز اللي تحت ايد لطفي الحراق ده يخلي فلوسه قد اللي عندنا انا وانت خمس مرات. ولو لو عندهم قدها 100 مره برضه هيفضلوا جرابيع. لولو انا لو ما خدتش قارون ده تحت باطي، ها عمري ما هبقى فرعون يا كليوباترا. طب وكتاب الله لطفي ما كان قصدي استغفلك ولا اضحك عليك. ده انت سيد الناس وسيد الرجاله كلهم. ده انت الراجل الوحيد اللي حبيته في حياتي يا لطفي. طب انا لو مش حباك كنت اتجوزتك يعني اول ما هو جه نغار؟ وربنا ما كنت اتجوزتك لو مش حباك. بقول لك ايه؟ من الاخر كده يا انا يا الواد اللي في ايدك ده، انا مش هلبس ابن هوجه. الله، طب وانا كنت اعرف مين هو ابنك ولا ابنه؟ طب والمصحف كنت فاكره ابنك انت؟ والله العظيم. طب اقول لك على حاجه، لو مش عاوزه طلق طلقني وانا هرجع لهوجن بقى، وهو الواد يتربى بين امه وابوه حتى نفسيته تطلع مظبوطه. وده اخر الكلام اللي عندي يا لطفي. الواد اللي بعد اخر الكلام، الواد اللي في ايدك ده هيموت وهيتعمل له اكبر عزا في مصر. هيتعمل له عزا يليق بابن لطفي الحراق. بعديها نبتدي انا وانت على نظافه. طب اسمع يا لطفي، الواد ده لو هوبت ناحيته موته هتبقى بموتك. وبورينا هتلحق على روحك ازاي من هوجن لما يعرف انك قتلت ابنه. ما انا هقول له مش هاسكت. ولا رمضان فاكره؟ أما يعرف إنك قتلت أبو زيد قريب، ولا الحكومة بقى اللي هتاخدك مقشر لعشمة وما تعرف إنك قتلت الجوز. يا نوجة في إيه يعني؟ إيه ده كله؟ كنتش يعني متصور إن أنت يعني قفشة في الواد قوي كده يعني. وبعدين ما انت عارفه كويس يعني انا ما اقدرش على زعلك، وانت برضو الستر والغطا. انا مش عايز قلق اليومين دول، خصوصا يعني ان انا لسه على اول سلم الكبار، وهوجن عمره في حياته ما هياخد اي حاجه مني. تاخدي اللي بعد اخر الكلام يا نوجه. سمعني يا لطفي. الواد ده ابني وهيتكتب باسمي. طيب لا لو كان كده بقى يبقى انت لطفي حبيبي، لطفي الحراق، سيد الرجاله وسيد الناس، وليك عليا اخوهولك واجيب لك بدل عيل دست. يبقى انت خلفت دسته وممكن خلف عيل، يبقى مين اللي اجدع؟ الحريق. اسمع كلام ستك وما تسمعش كلام امك. اسمع كلام امك يا ولا يا كيمو، ما تسمعش كلام مخلوق غيرها. هات يا بت هات. اسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام امك برضو. طب على الله يا كيمو. بساكي بساكي. تعالي يا حبيبي تعالي. مال عليك. بالراحه بالراحه يا ام لطفي بالراحه. يا اختي دهتني من عيني. يلا يا عيال يلا يا عيال. بيتك برجال حلقاتها في ودانك.
تكبر وتبقى قدنا يا ربي يا ربنا تكبر وتبقى انت مهببك ده ومين دي؟ ايه يا امه في ايه؟ مفيش حاجه. ده دي منى الزوجه الثانيه. ادي جامد يا نهارك اسود ومطين يا حراق. انت ايه اللي انت عملته ده؟ بتتجوز على نوجة؟ انا سكنت لسه على رقبتك يا شيخ. وانا سكنت في قلبك يا نوجة. هتعوريني هغزك واقتلك. هو حبيب القلب الاولاني ابو النونو لو عرف ان انت كنت حامل منه ورحت اتجوزتي وانت حامل وسميتي ابنه باسم راجل تاني هيعمل فيك ايه؟ تيجي نجرب كده نقول له ونشوف هيعمل فيك ايه. انت بتخوفني بهوجان يا حراق زي ما انت بتخوفيني برمضان الورداني يا عين الحراق. لا يا حبيبي لا دي احنا فيها سوا والواد مكتوب باسمك وبرغبتك. هو لو عرف هخلص عليك يا لطفي قبل ما هيخلص عليا. انا اعرف من ايه؟ نهار اسود انت بتشتغليني ومفكراني ان الواد ده ابني؟ كل الفتره اللي فاتت دي بتشتغليني ان الواد ده ابني؟ انا زوجي مخدوع على نوجة. انا براه. انت عارفه المشكله فين يا نوجتي؟ فين يا توفي؟ ان انت فاكراني توفي. بس انا بقى اعرفك هم سموني الحراق ليه. ويلا بقى نفضي الاوضه عشان ورايا دخله. ايه بقى؟ ايه يا فاكرنا فاصله مننا كده ليه باللبس اللي مش بتاع دخله ده ابدا صراحه؟ يعني هو احنا كده ازاي؟ كده اللي هو ايه؟ لا يعني مدام نوجة بره وانا هنا. بصي يا لطفي انا مش ضد خالص ان ابقى زوجه التانيه ولا التالتة ولا الرابعة. برافو. أنا ما بركزش في الأرقام غير في الشغل وبس. مش غلط. بس أنا بصراحة حاسة إن أنا في مسلسل الحاج لطفي. مسلسل الحاج لطفي يا منة، إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ وبتقولي إنه مدام نوجة؟ مدام نوجة؟ مدام نوجة دي في الشركة بس. إنما هنا أنت حرم الحاج لطفي باشا الحراق. اللي خلقته دي علامة مسجلة. أنت ما بتبصيش على الإعلانات بتاعت شركتنا، الإعلانات كلها وشي. طيب يعني يا لطفي كنا حتى النهارده قعدنا في اي اوتيل ولا حاجه انت ما شفتهاش اصلك بتبصلي ازاي؟ بص انا قد 10 زيها بس انا يا حبيبي يعني مش عايزه اعمل لك اي مشاكل. تجمدي انت بس انا عايزك انت تجمدي. مشاكل ايه؟ انت عارفه انت مع مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ مين؟ في ايه؟ مفيش حاجه. ميرسي قوي. مش نوجة اللي تنكد بدور يا حراق. الشرع حلل الأربعة. ده كلام ربنا ما يزعلش حد. مش غلط. الشرع حلل لك أربعة. بس أنا بأربعة يا لطفي. والقطة راكبة زيادة. لا يا روحي أنا مش راكبة زيادة ولا حاجة. أنا بس عرفت إن البيت هنا ما فيهوش هوانم. قلت أجي أبقى الهانم اللي ورا الباشا. ولا إيه يا لطفي؟ هانم؟ بس ماشي يا لطفي. أنا فاهماك. وكل اللي انت بتعمله ده هو ربنا ما يهزش شعر فيك يا نوجة. واضح. القرع تاخده من الشعور يا اختي. وجرامته الهانم تاخده من الساحة السالية. اقعد يا حبيب امك هنا. الله 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 يا بلا يا بلا. اعمل فطاير براحتك. عايزة تنشف
عايزه تنشف الهدوم. هنعمل ايه؟ لازم ننشرها في الشمس الشموسه عشان تنشف الهدوم. تنشف الهدوم لازم ننشرها والشمس بتيجي هنا. حبيب امك هنعمل ايه؟ يا خارجة من باب الحمام. ايه ده؟ ايه اللي جاب الواد ده هنا وايه اللي عمل كده في الاوضه؟ جاي يبارك لابوك. صباحين بركه يا عريس. ايه اللي انت عملتيه انت وابنك في الاوضه ده؟ ايه يا لطف؟ عملت ايه يا اخوي؟ عملت ايه؟ الواد غيرته مبلوله. ده ناق غيرته مبلوله. اسيبها مبلوله ولا اجي انشرها في الشمس والميكروبات تطير؟ ولا الواد يبرد؟ عايز ضناك يبرد؟ قول. تنشري في البلكونة يا نوجة، مش تنشري في الأوضة. وبعدين الواد ده لازم يبرد، عارفة ليه؟ عشان أمه تلاجة. والله بيتي الملك. أنشر هنا، أنشر في البلكونة، أنشر على دماغك، أنا حر. ماشي يا جوز السكرتيرة، ولو مش عاجبك تاخد السنيورة في إيد أمك في إيد وتخلع من هنا. شيل الواد هشيكوا بسرعة. اقف ترد الكلمة بكلمة عليا يا بنت. الكلمة بكلمة. روح عشان الدرب بتاع زمان. الحقني يا مولاي. الحقني يا مولاي. بس انا انت هتعملي فيها ذكر. ليه يا مولا؟ يا مولا اوعي يا مولا. غوش اكتر من كده وهتشوف. ماشي يا نور. ايه الحكايه يا بنت تنوجة؟ مالك انت هتفضلي قلبالي جوزك 24 ساعه؟ انتش عارف ليه بتضربني وتمد ايدك عليا قدام العوجه ده؟ هي لطفي مسخه عامله زي البرقول مستورد بالظبط. ناوت ايدك، محدش غصبك عليها، انت اللي مش شاطر في الفاكهه. البلد يوكل، البلد يوكل يا بلد انت. بس عارفه يا نوجة، انت تستاهلي كسره رقبتك وكسره نفسك وكل حاجه. الله. امال ايه؟ قلت لك كرم فكك منه، جبتيه عشان تقعديه معانا هنا يقعد في ارابيزي غصب. غير بقى ابن هوجل اللي اتجوزتيني وانت حامل فيه وبرضه بتلبسيهولي وعايزاني اكتبه باسمي. يبقى ده ايه؟ مش لوي دراع؟ لا مش لوي دراع يا لطفي. والسر، السر اللي انا ائتمنتك عليه وعماله بتهدديني بيه ده يبقى ايه؟ هقول لك يبقى ايه. نهار اسود، انت سمعت ايه يالا؟ انا ما سمعتش حاجه. انت واقف هنا بقالك قد ايه يا كارا؟ لسه جايه، اللي كنت بعمل حمام. الولع ده سمعنا، الولع ده سمعنا يا نوبة. ما انت سمعت ايه؟ انت لسه هتسالي ايه؟ تعالى ابرح عيني يا نوبة. انت بتهبب ايه؟ بتهبب ايه؟ انت بعيده جدا. تعال عاوزك في موضوع. في ايه يا هوجل؟ تعال هقول لك. ايوه في ايه؟ هقول لك. الباشا هيطردني صح؟ انا كنت عارف ان انا نحس والله وهيمشيني. يا اخي اصبر يا اخي، محدش هيطردك. امال في ايه طيب؟ بص يا حرس، انا ايامي في الفيلا بقت معدوده. الف بعد الشر عليك يا هوجل. يا ابني بقول لك في الفيلا مش في الدنيا، انت اهبل. امال ايه؟ طب فهمني. انا بدله البودي جارد بقت ضيقه عليا. شوف يا حرس، انت هتكمل في الشغل وتثبت نفسك. الباشا هيعمل لك اختبارات. قال لك خون هوجل خون. بيع هوجن بيعه. كده وكده انا فاهم طبعا. لا بجد، انا عاوز يديلك الامان عشان انت هتبعيني جوه الفيلا. فاهم يا حرس؟ فاهم. توحشني قوي يا هوجن. ماني مش انا مش هوحشك يعني. انا توحشني والله العظيم يا اخويا. بس بس لا تسيبنيش يا هوجن. والنبي والنبي بس بس. بص بقى يا عم كرم، الأوضة الحلوة دي فيها حمام وهتبقى بتاعتك لحد ما افرشها لك وأعلق لك كل الصور اللي أنت بتحبها، كل صور الناس اللي أنت بتحبهم، محمد صلاح بقى، لونار،
بالنسبه لبقى نوجا الاخ ده ما يهوبش بره باب الاوضه، ولو امي سالتك في ايه بالظبط تقولي لها هو كيفه كده، هو الواد كيفه كده، يفضل قاعد في الاوضه ومش عايز يخرج بره وتالفي عليها اي فيلم. ما انت يا كراميل سمعت ايه يا حبيبي؟ قول لي وارحم روحك. ما سمعتش حاجه يا نوجا، قلت لك ما سمعتش. طب بص بقى يا عم كرم يا حلو، سمعت ما سمعتش، بقك ما يتفتحش بنص كلمه، عشان لو ده حصل هتبعك يا كراميلا. وبقول لك الكلام ده ليك ولاختك، لا ليك بس ولا لاختك بس، هتبعوا يا نوجا وانت عارفه اني امين يا عم كرم. امين يا ست نوجا، امين امين يا لطفي امين. خلاص ما انا ملطيطه معاك في كل حاجه، الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه. في واحد بيسال عليك بره، بيقول ان هو اسمه النقيب علي فايد. النقيب علي فايد ليه؟ مش وقته، خليه يدخل بسرعه. طيب خليه يدخل بسرعه. اتفضل حضرتك. شكرا جدا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا باشا، ده سعادتك نورت الدنيا. مش غلط طبعا، انا عارف سعادتك على فكره، سعادتك تبقى قريب كمال باشا اللبات صح؟ مظبوط. وسعادتك والدك يبقى محمود باشا فايد صح سعادتك؟ صح. يعني اصيل اصلي مأصل. اتفضل سعادتك، نورت الدنيا كلها. منها منها كرتونه الهدايا الحلوه الفي اي بي في عربيه الباشا دلوقتي حالا وبسرعه. لا 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 خالص، انا مش هاخد اي هدايا. لا يا باشا، ما هو انا طبعا سعادتك يعني تعوز او ما تعوزش دي حاجه ترجع لك، بس ده واجب علينا. مش معقول سعادتكم تبقوا بتفضوا ارواحكم يعني عشاننا، واحنا نستخسر فيكم مثلا يعني شويه هدايا يعني مش ما تجيش. قهوه الحكومه ايه؟ اه كده ماشي، ممكن اشرب قهوه مظبوط. منها قهوه مظبوط؟ بسرعه دي مصيبه باشا. وربنا وربنا انا عارف سعادتك، انا كنت متاكد من الطلب اللي حضرتك طلبته ده، لان انا متاكد ان سعادتكم بتحبوا كل حاجه مظبوطه صح؟ انت سوابق صح؟ ظلم. انا سوابق بس ظلم، بس يعني طبعا يعني اي حاجه وكل حاجه تيجي من الحكومه خير وحلوه جدا طبعا. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا اتحرمت من التجنيد. عارف ليه سعادتك؟ لان انا ماليش اخوات، وده كان شيء بشع، بس انا اعتبرت ان الفتره يعني اللي انا قضيتها في السجن دي ان انا يعني اديت برضو خدمتي الوطنيه لبلدي ووطني مصر. وطبعا حضرتك مش معقول سعادتك تبقى جاي لغايه هنا عشان تسال السؤال ده بس، يعني اصل لو كده كنت انا فيشت نفسي وبعتت سعادتك الفيش على البيت على طول يعني. لا بصراحه يا لطفي انا عايزك في حاجه تانية خالص. امورنا باشا. كنت عايز اسالك عن بلال صالح العناني هوجن. بلال صالح العناني هوجن؟ في واحد بره بيتخانق وبيقول ان هو عايز يقابلك وعلاء منعه. مش معقول يا منى، مش مين طيب؟ معرفش، بيقول ان هو اسمه بهلول الحمش. بهلول؟ بهلول بيه الحمش؟ انا ناسي الميعاد بتاعه خالص. ده خليه في الميتنج روم لغايه ما اخلص مع الباشا. انا يعني هسيب الباشا واروح له؟ لا لا تمام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، عليك يا داخليه. ونمسك الخشب بقى، نمسك الخشب جامد. في ما هو اصل يا باشا يعني ما دام سعادتك سالت يبقى سعادتك شكيت، وما دام سعادتك شكيت يبقى بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني الحس الامني عند سعادتك شغال 10 على 10 و100%. حلو الكلام قوي. طب ما تحكي لي بقى تعرف عنه ايه؟ احكي؟ احكي. بصراحه يعني هوجن ده يا باشا هربان من جريمه قتل. علاء وارب الباب وخليك واقف ورا الباب بالظبط، يعني احتياطي عشان مش فاهمين ايه اللي ممكن يتعمل. بقول لك يا بهلول، ما تفكك بقى من القصه بتاعت انت سرقتني والكلام الحمضان ده، اصل احنا من الاخر يعني اتنين حراميه قاعدين بنتكلم سوا مع بعضينا، بس انا حرامي حويط وانت حرامي عبيط. عفر. كل اللي انت فيه ده من مالي يا حراق. مال الكنزي للنزهه يا حبش، وقدامك سكتين، لو حابب يعني الحكومه قوي وكده وليك فيها روح للحكومه. لهم لطفي الحراق سرقنا يا حكومة، ولو مالكش افتح صدرك بقى واعمل معايا الصح راجل لراجل وخد حقك. أنا جاي لك وعارف إن فلوسي هي اللي كبرتك، بس خلاص مش هقدر أعمل لك حاجة، مش هعرف أضرك ولا أذيك. عارف
عارف يا بهلول ما انت خايب، طول عمرك معاك اللي عايشك سلطان، بس انت مزيت وزنك والقرش طول عمره هو اللي سيدك مش انت اللي سيده. يا اخي نفسي افهم حاجه، نفسي افهم ليه بتتاجر في الاثارات، ليه بتسرق؟ ها ده انت بتعشق الفلوس عشق والفلوس ما بتطقش ريحتك يا اخي. وبعدين يعني الشله الحلوه راحت فين في الاخر؟ ما جت في حجر. انا عفر يا بهلول. انا جاي لك معفر جاهز. اقفل الباب ده، مش عايز حد يسمعنا. يا علاء اقفل الباب خالص، بس خليك ورا الباب برضه احتياطي. كل ده علاء؟ اه بس علاء ماله؟ بص يا لطفي، اللي قاعد قدامك ده ميت ميت، وانا جاي لك دلوقتي عشان اساومك على اخر حاجه في حياتي. والله يا بهلول يعني انا شايف ان لو بعتك حلوه انا شاري. انا معايا اللي يكبرك ويركبك على الكل. انا ممكن اخليك اكبر تاجر اثار في مصر تمن. حلو، ايه هو كلام وبكام واخلص؟ اول هام الفلوس اللي انت سرقتها نصها حلال عليك، النص التاني بقى ابقى شريك معاك فيها. طب ما تاخذنيش يعني في الكلام، انا ايه اللي يجبرني ان انا اعمل حاجه زي كده؟ اقول لك ايه اللي يجبرك، بس يا لطفي انا ممكن اسلمك تسليم مفتاح للوردانيه لما يعرفوا ان بضاعتهم معاك، بعد كده اسلمكم انتوا الاثنين للحكومه. خليك ناصح يا لطفي، وافد نص الحق ورجع النص التاني لاصحابه. اه وماله؟ ادورها في دماغي. لازم تدورها، بس دورها صح. بص يا لطفي، انا خلاص كبرت، ما عدتش قادر زي الاول. انا عايزك تكفيني وتقويني وتاكلني وتشربني، وانا هقول لك تاريخ كمال النبات النجس كله، هوقعه في شر اعماله، هخليك تركب عليه وتداسه. كمال سلط هوجن عشان يقتلني، بس هوجن فهمه انه خلص عليا، بس ما قتلنيش. انا قاعد قصادك اهو، يعني ما قتلنيش. هو قال لي تواني وحبسني، بس انا عرفت اهرب منه وجيت لك. الله، يعني هوجن لبس كمال اللباد الطاير؟ والله حلو. سيبك من هوجن وكمال اللباد وركز معاه يا لطفي، ما تبقاش ضيق الافق واسمعني كويس. الحاجه اللي انت سرقتها مني دي ما فيش في مصر كلها حد يعرف يبيعها صح غير العبد لله. دي لعبتي طول عمري اكتر من كمال اللباد ذات نفسه. اللي ما قدرتش اعمله في شبابي هخليك انت تعمله ما دام انت فاتح صدرك على الدنيا كده. بس اللي يهمني يا حراق انه وانت ماشي في سكتك تدهس اللباد، تدهسه تفرمه، وبعدين انت تقب وتطلع وتحل محله. هو ده الكلام. بس خد بالك يا لطفي، حاجة مهمة هوا، انا لو ظهرت في اي خرابة لكمال ابن اللباد ده هيخلص عليا. الله، طب ما تلغيلي بقى، لغيلي كده وقولي ايه الحكاية اللي بينك وبين كمال اللباد، وعلم عليك في ايه بالظبط. علم عليها كتير قوي. خلاص يا حريق، ما دام بقينا شركاء هلاقيك. والله هلاقيك واقول لك كل حاجه. اهم حاجه عندي دلوقتي ابن اللبيت ده، اشوفه كده وهو هيتجنن ومش ملاحق
وهتجيله منين ولا منين؟ في ايه ياما؟ انت هتوشوشيني ياما؟ احنا قاعدين في الجنينه قد الحاره، انت اتعودتي؟ لا، ما انا مش عايزه جوز الجزم اللي جوه دول يسمعوني. ماشي، اتفضلي. عايزه ايه؟ نط على ودني ليه؟ انت ايه حوارك مع البت نوجة؟ حوار ايه اللي مع نوجة؟ شكلك كده زي ما تكون ماسك عليها زله، داخل لها يوم سبوع ابنك وفي ايدك ضرتها، وهي عامله نفسها ولا هممها اي حاجه، بس بتقري كده وتنقط من جوه. هو في ايه؟ هو في ايه فعلا يا اما؟ ايه الحكايه بقى؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ هو انت مش قلت لي عايزه اني اتجوز؟ ما انا اتجوزت مره والتانيه بقى، امال هتعملي ايه في الثالثه والرابعه؟ تبقى جبت الهم من روحك يا روح امك. المهم المهم نعم، خرج الواد كرم من الحبسه اللي انت حابسها له دي. الواد مش محبوس بخاطره، انا يعني ساعات بسمعه كده بيعيط، طلعه علشان ياخد بحس اخته بدل قهرتها بعد انت ما دخلت عليها بالضره. بقول لك ايه يا اما؟ مالكيش فيه. ايه؟ زي ما بقول لك كده مالكيش فيه، خليني ادور بيتي بقى على مزاجي، عشان انت ما تعرفيش الواد كرم ده عمل ايه. هيكون عمل ايه يعني؟ ما اقول يعني عمل ايه؟ قول يا اخوي. الواد كرم بيبص من الخرم الباب على منا وهو بيتغير هدومه. يا نهار اسود، انا مش عايز اتكلم بقى من الصبح يا اختي. عامة يعني هما يومين كده بقدبوا فيهم واخرجوا، ما تقلقيش. عايزه حاجه تاني يا اما؟ لا يا حبيبي، تسلم. طيب يا حبيبتي، نور. ده اللي بيحصل في الدنيا ده؟ العيال بتتولد من بطن امها قليله الربايه. خازوق ما يكون الولا بيبص عليا انا كمان. كرم امسك قوم كل. مش عايز. مفيش حاجة اسمها مش عايز، كل بدل لما تموت. قلتلك مش عايز يا نوجة، أنا عايز الرجل بتاعتي. مفيش لا رجل ولا إيد. ما هو أنت لو تنطق وتبل ريقي يا كراميلا. يا كراميلا ده أنا نوجة أختك، يعني مش هدرك. قول لي أنت سمعت إيه بالظبط؟ ما سمعتش حاجة يا نوجة. يا نوجة طلعيني من هنا، أنا زهقت. ما هو أنت لو ما كنتش كلب هوجن كانت عدت، إنما أنت ده أنت بتحب أكتر من أمك الله يرحمها. يا منة، يا منة بقى، خلاص بقى، خلاص يعني ما حصلش حاجة. لما تنتون على تنتة. يا منة، منة فكي بقى. ادفع، ادفع من أدعيك. مش عايزين نضيعها ونضربها الليلة. لا نمتي، في إيه بس؟ أنت عبيطة ولا إيه؟ طب هو أنت يعني في القلب ولع الحجر غيرك انت؟ كلام يا لطفي، كلام. انت قلت لي ان انت ما بتحبش اللي اسمها نوجة دي، وان هي مش لايقه عليك في المرحله الجديده اللي انت بقيت فيها. كله كان كلام في الاول وبس. نوجة عامله زي اول سابقه بالظبط، ما بتلزقش. ومش بس كده، يا واطي، ما بتنزلش على الفيش كمان بقى. انت بتروح عند كل واحده فينا تلحق لها شويه. كله خصوصي برحمه امي. لو وريك يا لطفي. كلام يا لطفي، كلام. دفحت ولا لسه؟ لهوي كرم ولا يا كرم؟ حر اسود يا لهوي، الواد راح فين يا لطفي؟ يا نهار اسود والنيل اللي انا ضربت. الحقني يا لطفي. ايه في ايه؟ الولا كرم اخويا دورت عليه في كل حته في البيت مش لاقياه، الواد طفش. نهارك اسود ومنيل يا بنت الفعليه، روح دور عليه بسرعه. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم يا عيلة فقر، يا عيلة فقر. لقيته؟ لقيت الولا صح؟ عملتيها؟ عملتيها يا نوجة؟ عملتيها بتلبسيها لي؟ عملت ايه يا مجنون؟ وربنا ما عملت حاجة يا ولا. يابا يابا خش بيتهم، ما تقوليش حاجة يابا. البت هتموت في ايدك. الله يخرب. خش يابا، الله يكرمك على وجهك. خشي. أنا ما عملتش حاجة. هنروح أنا وأنت في بيتها يا جزمة. ورحمة أمك، ورحمة أمك، لو الموضوع ده ضلم بسببك أنت ولا أخوك ولا حتى ابنك، أنا هدفنك مع أبو زيد في قبر واحد، في قبر واحد يا نوبة. يا عم ممكن والنبي دي ليه؟ عشان خاطر بس والنبي دي بس. كده يا هوجن تدي رقم مش شغال. اه
زي ما اتفقنا احنا ضد بعض. يا كمال باشا سعادتك يعني يا لام من مين؟ ده احنا معلمين ما تقلقش من اي حاجه، الارض هتقع في حجرنا يعني هتقع في حجرنا. عفريت بهلول هيفضل لبيت لك يا لبيت، هيطلع لك في كل خرابة وانت اسم الله على مهامك، خراباتك كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح المزاد بقطعة أرض زراعية مميزة ري نيلي بمساحة 15 فدان على الطريق مباشرة بمبلغ 15 مليون. 16 مليون. 16 مليون. 18 مليون. هنا 18 مليون. 20 مليون. كمال بي 20 مليون. 26 مليون. 26 مليون. مين يزود؟ 30 مليون. 30 مليون كمال بي. الأرض ما تستاهلش الركن ده كله، أنا لقيت أراضي أحسن من دي بكتير وأكبر وبسعر أرخص كتير. أنا محتاجها يا نور، أنا هعرف أجيب تمنها وأكتر كمان. 31 مليون. 31 مليون هنا. 32 مليون. كمال ب 32 مليون. 35 مليون يا عمنا. 35 مليون. لطفي باشا الحراق 35 مليون. 40 مليون يا عمنا. 40 مليون بهلول هايل. ايوه كده، ايوه شعللوا المزاد. 50 مليون. 50 مليون جنيه بلال باشا العناني. 50 مليون. هايل. ايوه كده المزاد حلو. 50 مليون. يلا يا جماعه يا سلام الله يرحم. فاكر يا هوجن؟ فاكر لما لحست الطاسه بتاعت احسان وحرس اللي دفع لك 55 مليون يا عمنا؟ 55 مليون لطفي بالحراق. وحشني يا جماعه. وانت حبيب قلب لطفي. اللي ياكل طاسه سمين لوحده ايوه ياكل اي حد يقف قدامه. الله. 60 مليون. 60 مليون بلال بالعناني. 63 مليون. الحاجات اللي انت علمتها لي ما كفتنيش يا نور، فسافرت اكمل تعليم. 65 مليون. 65 مليون بلال باشا. مين اللي جاب الناس الزباله دول هنا؟ زود. شكل عملنا الاسود هيقع على وشنا. هايل. ايوه كده بهلول حي يا هوجن. بهلول حي. مين يزود وجاي كمان تقف قصادي؟ 68 مليون. 68 مليون. شكلك بتلعب بنار انت مش قدها. انا النار. انا النار اللي هتحرقكم كلكم يا كمال يا لبان. 80 مليون. 80 مليون جنيه. 80 مليون جنيه. 85 مليون. 85 مليون بهلول. بهلول بيل حمش ولا بتيجي عندنا رضوك؟ ايوه كده. لما زاد صبياني. يلا يا جماعه شغل عيال. مين يزود؟ فوق نفسكم. انت يا كمال يا لبيت. وانت يا هوجن. وانت يا حراق. ايوه مش عايز حد فيكم ينسى اوله. افتكروا كنتوا فين لما كنت انا والله يا بهلول كلكم زباله وعارفين بعض. الله يبارك. بس ما حدش فيكم لسه يعرف هو مين. يقول 90 مليون. 90 مليون يا ابني، انت بتدخل نفسك في حرب انت مش قدها. يعتبروها اعلان حرب. 90 مليون. واللي خايف يروح لان اللي جاي 90 ما جاش زي 100 مليون. بلال بيل حناني. 100 مليون. 100 مليون. 100 مليون. حد هيزود؟ ألا هنا ألا ده ألا تري. ألف مبروك. ألف مبروك. مبروك عليك. مبروك. ألف مبروك. خلاص انتهى المزاد. شوفوا وشكوا بخير دلوقتي. ربنا ادى الدكتور جسم وما ادالوش عقل. ليه؟ ليه؟ شكرا. عشان الدكتور لو هرش، بس لو هرش النقم الفلاح اللي مشغله هيفرم الفلاح في ثانيه. يعني ايه حريه؟ يعني هو كان لازم يفضل عايش كده زي ما هو، طور سقفه عضلاته بس. وربنا انت بدات طلوه المفهوميه من عمك بهلول. شفت بقى حرق اهو المعلم علم فيك صح ولا لا؟ وبعدين انا طول عمري بعامل ولا هوجا كده، طول عمري بشغله معايا عضلات لغيل مخه. ايوه بس انا بقى مش هسيبه لحد اما يكبر، عشان لو سيبته لحد اما يكبر هيفرمنا كلنا. لا يا حراق لا، ما هو ده لو طور ما تهاجوش علينا،
خلينا كده في حالنا، احنا كده حلوين اول ايام مبهلول. اه صح صح يا نوغان. بص يا لطفي، مفيش حاجه توجع الولا هوجن ده غير اللي منه، يعني انت تدور على هو بيحب مين وتأذي اللي بيحبه، كده تبقى عضيته في قلبه. بس اجارك الله بقى لو عرف ان انت اللي عملتها، ساعتها تروح تطلب الحاجة تشوف لك اي مطحن بني كويس عشان تجيب لنا منه كده، عشان نعمل قهوة سادة ونوزعها على روحك ان شاء الله. خلينا بس نلعبها معاه ونشوف، نلعبها معاه ونشوف هيحصل ايه، ويا هو بقى يوزع على روحي قهوة سادة يا انا اوزع على روحه عصير رمان. طب ما ترسينا كده يا حراق على اللي في دماغك، بتفكر في ايه؟ هتعمل ايه؟ خذها خذها. شوف يا لطفي، الضربة اللي ما تقتلش بتقوي، واللي زي هوجن ده ما يشغلوش انك تضربه بطوبة في الضلمة. يعني ايه تحرق له شوية مخازن؟ عادي مش مشكلة. عايز توجع قلبه؟ اسرق مخزن آثار. ما تزعلوش يعني بشوية فلوس يعني ملهاش لازمة. الله، صراحة كلام تقيل من باشا تقل، بس يعني بعد إذن معاليك، اللي زي هوجن ده عشان توقعه لازم تدوخه الأول. أصل أنا وأنا صغير كنت أحب الملاهي قوي، عشان كده بقى اتعلمت إني عشان أدوخ اللي قدامي لازم أزوله شوية الأول. يا لطفي، أنت دخلتها ماتش ملاكمة، وياريت تخبي وشك كويس. سفل يا باشا. لا 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 يا حورس، انا بعت لك عشان اسالك عن حاجه كده، عايز اعرف اخبار هوجن ايه. هوجن مش عارف يا باشا، من ساعه ما مشي وانا قطعت معاه وربنا. بطل تكذب يا حيوان يا سواق. انا ما بكذبش يا حراق. حراق حراق، اقعد اقعد، مش عيب. انا اسف. طب بص يا حورس، عشان يظهر في حاجات كتير اتنست، انا ما اسميش الحراق، انا اسمي حراق باشا يا سواق. حورس يا حبيبي، انا مش عايزك تقاطعه، انا عايزك تصاحبه زي زمان واكتر كمان، واي اخبار تعرفها عنه يا ريت تبلغني بيها طوالي. انا كل اللي عايز اعرفه هو جاب الفلوس دي منين وناوي يعمل ايه بعد كده، واي حاجه هتبلغني بيها ليك عندي مكافاه كبيره. اوامرك يا باشا. بس انا عايز اقول لك حاجه يا حورس. اتفضل. مفيش واحد خني وعاش معانا على وش الكره الارضيه. طب انا مال، انا مش خاين. هز دماغك وخلاص. ماشي حاضر. انا عايز اقول لسعادتك على حاجه، الواد حورس ده عيل زباله، صاحب صاحبه، يعني مش هيجيب لسعادتك اي حاجه. وما تاخذنيش يعني، لو سعادتك عاوز تزرع حد عنده هوجن، يبقى لازم تزرع حد ما يجيش في بال هوجن خالص انه مزروع عنده، مش غلط. بص بقى يا عم مروان، انا عاوزك تطلع مع الشحنه دي وتحضر تسليمها بنفسك. ليه؟ ليه يا فندم؟ عشان دي اكبر شحنه تطلع من عندنا يا عم مروان. يا حلو، بس حضرتك انا مروان مراقب الجوده، مش مندوب تسليم. ايوه يا سيدي، ما انا عارف الكلام اللي انت بتقوله ده كله، بس انا عاوزك بقى تروح مع الشحنه وتحضر التسليم وتشوف الجوده بتاعت التسليم عامله ازاي. شوف الجودة حلوة مش حلوة. ها؟ كل عيشة مروان. ماشي؟ حاضر. وهز دماغك. هزيتها يا فندم. ما شاء الله ما شاء الله، حلوة قوي. يلا يلا، شد حيلك يا مروان كده، حلو، الخطوة السريعة الحلوة. يلا يا عم الحاج، دور كده وسمعنا صوت العربيات. يلا بينا، اتكل على الله. أيوه
يلا. ايوه بقى يا حرق يا حلو. ايه يعني ايه العربيات بالشحنه كلهم يتسرقوا؟ شنطه ولا محفظتهم؟ طب انت ما تعرفش اوصاف الحراميه دول ولا حتى خدت رقم عربياتهم؟ كانوا ملثمين العربيه من غير نمر بس، وربنا يا فندم لو كناش مسلحين. انت هتقعد تهلبط في الكلام ده؟ انت هتقعد تهلبط يا فندم؟ انا ماليش دعوه يا مراقب الجوده. مراقب انت هتفضل ماسك لي في مراقب الجوده دي؟ يلا اخوك انا مش مرتاح لخلقتك من يوم ما شفتك، وهحبسك وتطلع بره. ماشي ماشي يا عم هوجا، هي بقت كده يعني؟ احرق يا حراق، البس يا حراق، وربنا ما انا سايبك يا هوجا. يا باشا يا باشا، انا خسرت اكتر من نص فلوسي في الطلعه دي. ربنا يعوض عليك يا لطفي. ربنا يعوض عليك يا لطفي؟ ازاي يعني؟ مش واخد بالي. هو ساعتك يعني احنا مش متفقين ان احنا شركاء، وان ساعتك هتوفر لي حمايه وغطم وقابل يعني ان شغلنا التاني يمشي في سكه واحده؟ ايوه بس ما اتفقتش معاك ان اشتغل لك سكيورتي احمي شغلك؟ دي حاجتك يا لطفي وانت المفروض تحافظ عليها. طب بص بقى يا باشا، لو ساعتك يعني تمامك ان انا لما اجي اتضر لوحدي يبقى شكرا. عارف ليه؟ عشان انا كبير وتقيل لوحدي على فكره، وساعتك اللي مستفيد منه اكتر ما انا مستفيد منك. وعلى فكره أنا لما بكبر حد بكبره بمزاجي. طيب أنا عندي اجتماع مهم بعد 5 دقايق. مش غلط، بس أنا يعني كل اللي كنت عايز أقوله لسعادتك إن هو كان شكله كده قلب على الكل، وقلب أسد بعد ما كان قطة، وشفط مننا المزاد كله، وداخل بكتفه في كل حاجة، وسنن خرابيشه على الآخر، وسعادتك اللي حضرت العفريت ده، بصراحة أنا مش عارف أنت عملت له إيه، بس لو ما صرفتوش هيلبس سعادتك أول واحد. اللي زي هوجن ده أصل واطي، مهما أكرمته ونظفته وعملته بني آدم، أصله وتربيته الزبالة هي اللي بتحكمه، وهوجن واللي زيه والأشكال دي كلها بالنسبة لي برص. أنا كمال اللباك اللي يقف قصادي أفعصه تحت جزمتي. ما تاخذنيش يا باشا، احنا بلدنا دي الكلام فيها كتير قوي. عارف ليه سعادتك؟ عشان معلوش جمالك. ايش يا لطفي، انا هعديها لك وانت خلاص الدنيا لفت بيك، وقاعد دلوقتي تاخد جدي مع كمال اللبات. بس انت فاكر الحكايه دي بدات ازاي؟ هوجن ده مش انت اللي اصطدته من القطر وقعدت تحفر وراه؟ حفرت طلعت لنا بهلول من تحت الارض ووردة وحورس، وجيت وسرقتوني، ومن ساعتها مفيش حاجه فضلت زي ما هي. صلى على اللي هيشفع فيك يا بشير. عليه الصلاه والسلام. البرتيته دي كلها اختراع سعادتك، وحبل كل واحد فيهم كان ملفوف في صابع من صوابع ايد سعادتك. بس يظهر بقى ان سعادتك عجزت شويتين. ليه؟ امال ايه؟ واللعبة وسعت منك كمان، والحبال اتلخفنت. بس لو ما لحقتش يا باشا الحكاية دي أنا مش معاك. عارف ليه؟ عشان هتلف على رقبتك لوحدك. إيه؟ إيه؟ في إيه؟ أنت صحيت يا حراق؟ صباح الفل يا توف. توفي؟ أهو بقالك فترة ما دلعتنيش. إخس إخس. طب يعني انا ادلع مين لما ما ادلعكش يعني؟ مش انت جوز حبيبي؟ مش عارف، خايف تكوني بتدلعيني وهتطلعي بتلدعيني. اخس عليك. بس عجبني حاجه انك قايم من النوم تشعر على الصبح. يلا صباحك فل، قوم كده اما كبس لك ظهرك. بس قوم كده بس والله. بس بقى بس ايدك تقيله. روح جيبي لي كوبايه شاي بليمون ولا حاجه عشان صاحي مش مظبط. حاضر من عيني. انا حمل يا جزمة، وربنا لاكون انا اللي مدلع. الحق نفسك قبل ما البرد يخش عليك.
ايه ده؟ بالهنا والشف. هنا والشف ايه؟ يعني اشعر دليفري في مصر؟ اصلا لقيت امك عامله لروحها كوبايه الشاي، رحت عصر عليها ليمون وجبته لك قبل ما البرد يتمكن منك. وهبعملها غيره بقى، خد اشربه يلا بالف هنا والشف. لا 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 خلاص، شكر قوي. انا بقيت احسن دلوقتي. طب الحمد لله يا رب، ربنا يطمنا عليك دايما كده. هو ايه في ايه اللي بيحصل؟ عشان انا مش واخد بالي. في فيديو نزل لوالدتك وهي بتضربك بالشبشب في الميتنج روم، والفيديو ده انتشر وعمل اكتر من 200 الف فيو في ساعه واحده بس يا لطفي. حلوه قوي اللعب الوسخ ده. ماشي، بص بقى يا منى، كل اللي كانوا حاضرين في الاجتماع ده يترفضوا دلوقتي حالا. انا هعرف اوريهم بقى شغلهم كويس، والفيديو اللي نزل على النت ده يتصرف عليه فلوس زي الرز لحد ما يتشمن على النت كله، ما يبقالوش اي قطعه. عم سنوسي. اهلا يا الف مرحبا. اهلا وسهلا. الف مرحبا يا سيدي. بقول لك يا عم سنوسي، ما تعرفش حد كده بيبيع بسبوسه بالبندق قريب من هنا؟ بسبوسه؟ الواد حماده الحلواني على اول الطريق. حلو، حلو قوي. روح بقى هات لي علبه سجاير كده اصفر احمر اخضر وشويه حلويات كده، شكلهم للعلب بتوعك كده واعملوه حاجه حلوه. ولما تجيب الحاجات كلها اشرب انت علبه السجاير عشان الست تعبت. الله يشفيك ويعافيك. يلا بينا بقى. وسع عليك. اخلص يا عم سنوسي. يلا السلام عليكم. الممل قوي. Come on.